السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حمو دوت كوم. مرحبا بكم زوار وأعضاء وإدارية المنتديات والمواقع العربية. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة تجارب الشراء من الإنترنت. هذا الفيديو سوف نخصصه لتجربة شراء مايكروفون من الإنترنت. هذا المايكروفون يمكنك استعماله في تسجيل الفيديوهات إن كانت لديك كاميرا معينة تدعم أو عليها بورت لتسجيل لإدخال جهاز اكسترنال مثلا كميكروفون او كابل لتشغيل ما تقوم بتسجيله على التلفاز، او يمكنك استخدام الميكروفون للمحادثة على سكايب وفيسبوك الى اخره. مميزة هذا الميكروفون انه يمكنك ربطه بملابسك. كثير منكم يكون قد شاهد هذا الميكروفون يتم استعماله في النشرات الإخبارية، أيضا يتم استعماله في الروبورتاجات إلى آخره. الموقع الذي سوف نشتغل أو الذي سوف نشتري منه هو موقع علي إكسبريس، سبق وأن تحدثنا عنه. طبعا سوف نحتاج إلى بطاقة فيزا أو ماستر كارد أو بطاقة بنكية تدعم الشراء من الإنترنت، وسوف نبدأ على بركة الله. أول شيء سوف نذهب إلى أي متصفح، نكتب علي إكسبريس، نقوم بتسجيل الدخول، نكتب الايميل او الاي دي خاص بنا. سوف نبحث عن الخيار او المنطقة التي توجد فيها الميكروفونات. هذا هو الميكروفون الذي سوف نقوم بشراء او بتطبيق الدرس عليه، وثمنه تقريبا 6.74 دولار. هناك بعض الميكروفونات الأرخص منه، لكن هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن ليس فقط مكون البلاستيك، أيضا هناك بعض القطع المعدنية. إن كنتم ترغبون بالبحث عن منتج أرخص منه ذو جودة أقل منه، سوف تجدون الرابط في الديسكريبشن الخاصة بالفيديو. هناك العديد من الميكروفونات، ثمنه يبتدئ من دولارين حتى 120 دولار. هناك باقات ميكروفون ويرلس، ميكروفون عادي مثل الذي يستعمله مقدم السهرات، ميكروفونات القنوات إذاعات، ميكروفون شبيه بمعلقي كرة القدم. لا يهم، هناك العديد من العروض. ايضا هذا كوفرز الخاص بالميكروفونات، باقة بها العديد من الالوان، تقريبا ثمن الباقة باكملها هو 11 دولار. سوف نقوم بتطبيق الدرس على هذا الميكرو. سوف ندقق، ثمنه 6.74 دولار، الشحن مجاني قطعة واحدة. سوف نتبع المواصفات، shipping very important for shipping means change. ايضا ان كنتم ترغبون بمعرفة الوقت الذي يستلزمه لكي يصلكم المنتج، فهناك هذا الجدول الذي سوف يعطيكم معلومات اكثر كما هو موضح في الصورة. هذه مواصفات المايكرو، يمكنكم استعماله بدون غطاء، ولكن الافضل استعمال غطاء لكي حجب نوعا ما الضجيج. سوف نقوم بتطبيق الدرس. للشراء يجب أن نقرأ على باي ناو كما اعتدنا. سوف نتأكد من صحة المعلومات، نعم هي صحيحة. حاليا هذه آخر مرحلة تتم في عملية الشراء، وهي مرحلة الشيك أوت، أي دفع ثمن الفاتورة. سنختار وسيلة الدفع الخاصة بنا، أنا سوف أختار فيزا. في الخانة الأولى سوف نقوم بكتابة الفيرست نيم أو الاسم الخاص بنا الموجود على البطاقة، اللقب، رقم البطاقة المكون من 16 رقم، expiration date وهو تاريخ انتهاء البطاقة. سوف تجدون هناك تاريخين، الشهر والسنة. سوف نقوم بكتابة في الخانة الأولى على اليسار الشهر، اليمين السنة، وسوف نقوم بكتابة الباسورد أو سيكيورتي كود الخاص بالبطاقة. هذا الكود إن كنتم بالمغرب على ما أظن هناك بنوك تقوم بإرسال الكود في ورقة
تصلكم إلى حد البيت أو تأخذونها من البنك مباشرة، فيها موجود باسورد مكون من 3 أرقام. أنا سوف أقوم بتعبئة هذه الاستمارة لكي أدفع ثمن الفاتورة. بعد أن قمنا بتعبئة المعلومات سوف نقوم بالنقر على Pay My Order. هكذا نكون قد دفعنا ثمن الفاتورة وسوف يتم الشروع في تجهيز الأوردر. ما أظن هذه هي الطريقة. سوف أعطيكم أو سوف أرفق لكم رابط الميكروفونات لكي تقوم ببحث وتفحص المايك الذي يناسبكم، وسوف ننتظر إلى حين أن يصلنا المنتج لكي نقوم بعمل ريفيو له.